لايف، اهلا بحضراتكم، اهلا بك حسام. اهلا بك نهى، مساء الكرام، السلام عليكم ولتفاصيل هذه الجوله. امهلت القوات السوريه عناصر تنظيم داعش الارهابي 48 ساعه للخروج من المنطقه التي يسيطرون عليها جنوب العاصمه دمشق. ياتي هذا فيما تتواصل الاستعدادات لشن عمليه بريه واسعه لاستعاده السيطره على مناطق مخيم اليرموك والقدم والحجر الاسود والتضامن جنوب دمشق والخاضعة لسيطرة التنظيم في محيط العاصمة. في تلك الأثناء قتل 25 على الأقل من القوات السورية في هجوم مفاجئ شنه تنظيم داعش على أطراف مدينة الميادين بعد 6 أشهر من طرده منها. على جانب آخر، شنت طائرات التحالف صباح اليوم غارات على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الريفية بين محافظتي الحسكة ودير الزور السوريتين عند الحدود مع العراق. أفادت مصادر سورية بأن فريقا من الخبراء في الأمم المتحدة يناقش حاليا مع السلطات السورية والروسية الترتيبات الأمنية التي تسمح بنشر محققين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الهجوم المزعوم في دمى بالقرب من دمشق. وكانت الأمم المتحدة قد أرجأت زيارة فريق المفتشين عقب تعرض الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة لإطلاق نار في دمى. عقب الإعلان عن إطلاق نار في مدينة دوما خلال الساعات الماضية، أرجأ مفتشو الأسلحة الكيماوية زيارتهم المرتقبة لموقع الهجوم الكيماوي المزعوم على المدينة، حيث أكد رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزونغو خلال اجتماع مغلق في مقر المنظمة بلاهاي أن الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة المكلف بتأمين دخول مفتشي المنظمة إلى مدينة دوما تعرض لإطلاق نار، ما أجبر الفريق على الانسحاب وتأجيل دخول المفتشين للتحقيق في الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له المدينة في 7 أبريل الجاري. مندوب سوريا لدى مجلس الأمن بشار الجعفري كان قد أشار في وقت سابق إلى أن فريقا أمنيا من المنظمة الدولية دخل دوما الثلاثاء لتمهيد مهمة الخبراء الدوليين، مضيفا أن قرار دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما يعود للأمم المتحدة والمنظمة نفسها. كنت قد علمتكم سابقا بأن الحكومة السورية سهلت كافة الإجراءات اللازمة لوصول بعثة تقصي الحقائق إلى سوريا، واليوم دخلت المجموعة الأمنية التابعة للأمم المتحدة إلى دوما في الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت دمشق. تأتي تلك التطورات في وقت أبدت فيه باريس وواشنطن مخاوفهما من احتمال العبث بالأدلة في مدينة دوما. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن لدى واشنطن معلومات عن استخدام غاز الكلور والسارين في الهجوم الكيميائي بدوما، مضيفة أن الدليل على ذلك يتلاشى كلما طال أمد إبعاد المفتشين عن الموقع. يشار إلى أن فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان من المتوقع أن يبدأ عمله الميداني في دوما الأحد الماضي، لكن مسؤولين روس وسوريين أبلغوا الفريق أنه لا تزال هناك قضايا أمنية معلقة يجب الانتهاء منها قبل الانتشار، ما أدى إلى تأخير مهمة الوفد بعض الوقت قبل أن يؤدي إطلاق النار في دوما إلى تأجيل جديد. حمل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس حمل الحكومة السورية مسؤولية تأخر وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المواقع بمدينة دوما والتي يشتبه بأنها تعرضت لهجوم كيميائي. وقال ماتس إن واشنطن على دراية تامة بالطريقة التي عملت بها الحكومة السورية من قبل لإخفاء استخدام الأسلحة الكيميائية. قال الرئيس الأمريكي إن الهدف من الضربات الغربية على سوريا هو منع تكرار استخدام السلاح الكيميائي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي. تمت البرهنة عليها أمام العالم بأجمع. الصواريخ أسقطت، حاولت
أن تصيب صواريخنا ولم تنجح ولم تصب أي صاروخ من صواريخنا. الهدف من الضربة كان إقامة رادع قوي ضد استعمال الأسلحة الكيماوية، والأمم المتحضرة يجب أن تلتئم سويا لمنع فظائع الحرب الكيماوية في الواقع الحرب. أعتقد أن حلفائنا كانوا في الواقع من الطبقة الأولى ورائعين، ونشكرهم على دعمهم. نفت وزارة الدفاع الأمريكية عزمها تخفيض عدد قواتها في سوريا والمقدر بنحو 2000 جندي، وقال البنتاغون أن مهمة هذه القوات لم تنتهي بعد، مضيفا أن مراجعة توزيع القوات الأمريكية وإعادة نشرها وتمركزها وفقا لمتطلبات الواقع المادي أمر روتيني تجريه أي قيادة، خصوصا مع انحسار المعارك ضد تنظيم داعش. يدير بالذكر أن قادة البنتاغون اقترحوا في وقت سابق على الرئيس دونالد ترامب زيادة حجم القوات الأمريكية في سوريا بدلا من التفكير في الانسحاب منها نظرا لتعقيدات الوضع هناك. بدأ مسلحو جيش الإسلام بالخروج من القلمون بريف دمشق باتجاه جرابلس تنفيذا للاتفاق المبرم من الحكومة السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأنه تم تجهيز 4 حافلات لنقل المسلحين وعائلاتهم، وأضافت أن الاتفاق يقضي بإخراج نحو 1500 من مسلحي جيش الإسلام ونحو 3500 من عائلاتهم إلى جرابلس مقابل تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش قبل نقلهم إلى جرابلس. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطلعه إلى نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس خلال الشهر المقبل، وكان ترامب قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر من عام 2017، الأمر الذي أشعل مظاهرات ومواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما خرجت مظاهرات غاضبة في دول عربية وإسلامية وغربية تنديدا بالقرار. استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس دوران والوفد المرافق له، وذلك في الرياض. جاء اللقاء للتأكيد على أهمية دور الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب في العالم، ووصفت وكالة الأنباء السعودية الزيارة بأنها تاريخية ستسهم في مكافحة الفكر المتطرف وبرمجياته وأساليبه المختلفة. افتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد الليلة الماضية أول دار سينما في السعودية، وتفتتح السينما في مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة السعودية الرياض، وتقوم شركة AMC الأمريكية بإدارتها، ويبلغ سعر تذكرة السينما نحو 13 دولارا، ومن المنتظر افتتاح 350 دارا للعرض السينمائي في السعودية حتى عام 2030. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير. نعم، نلقاكم بعده بحول الله. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. نعم، إلى سياق هذه الجولة من جديد. حيث طالب تحالف دعم الشرعية الأمم المتحدة بنقل مقار الهيئة الأممية من المناطق التي تستحوذ عليها ميليشيات الحوثي إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وأكد التحالف أن الحوثيين يدشنون قواعد إطلاق صواريخهم الباليستية بالقرب من مواقع عمل مكاتب الهيئات الأممية في اليمن مثل اليونيسيف، ما يجعلها مصدر خطر شديد، خاصة أن وجودها في هذه الأماكن يمنع التحالف من استهداف فيها. يأتي هذا في وقت دعت فيه الحكومة اليمنية إلى ضرورة نقل مقرات جميع الهيئات الأممية من المناطق التي يتواجد فيها الحوثيون إلى مناطق نفوذ الحكومة اليمنية. وعلى صعيد الوضع الميداني، تواصلت اليوم الاشتباكات بين القوات اليمنية والحوثيين على جبهات صعدة الحدودية، ما أسفر عن مقتل العديد من العناصر الحوثية. وكشف مصدر يمني أن من بين القتلى مسؤولي ما يسمى بكتائب التدخل السريع ومجلس التلاحم الوطني. يأتي هذا فيما وقعت اشتباكات عنيفة بين أهالي قرية الحيمة وميليشيات الحوثي بمدينة تعز، أسفرت عن سقوط 9 قتلى من الحوثيين وإصابة آخرين ومقتل 2 من أهالي القرية من بينهم طفل.
ألقت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة القبض على عدد من المشتبه بهم، وذلك في محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس أركان حرب القوات المسلحة الليبية الفريق عبد الرازق الناظوري. وذكرت الوزارة أنها ستعلن عن هوية المشتبه بهم عقب الانتهاء من التحقيقات، موضحة أنها استدعت خبراء المتفجرات لمعاينة موقع الحادث. نشر رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الليبية الفريق عبد الرازق الناظوري مقطعا مصورا عقب محاولة استهداف موكبه، أكد خلاله أن كل الموكب نجا من محاولة الاغتيال. وأضاف الناظوري أن محاولة الاغتيال كان هدفها إثناء الجيش عام مكافحة الإرهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب العظيم، أحب أن أطمنكم أن راه هذه المحاولة الغادرة اللي حصلت اليوم الأربعاء 18/4/2018 هي لمحاولة خسيسة، والحمد لله نجا منها كل الرتل وكل الجنود، ولم يصب معنا أي شخص بأذى، لا موت ولا جراح، والحمد لله هي كانت محاولة لردنا وتثنينا على مكافحة الإرهاب في درنا وفي المحاولات الخسيسة اللي الآن تدور، أن نحن القيادة غير صحيحة والآن القيادة متفككة وقيادة بينهم خلافات. لا، نحن بالعكس ننتظر في حضور سيد المشير بإذن الله سالم غانم قريبا، بكرة أو بعد بكرة في اليومين، ونحن على قدم وساق في شغلنا في غرفة عمليات بنغازي في اللجنة العليا للاحتفالات. نحن مستمرين بإذن الله، هذا الكلام ما يثنين على عزمنا، ونحن أمورنا طيبة إن شاء الله. بعد شهور من المباحثات ومحاولات الاستقطاب والانشقاقات التي شهدتها الساحة السياسية العراقية لتشكيل ائتلافات انتخابية قوية تحصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان عبر الانتخابات المقرر لها 12 مايو المقبل، باتت المحاصصة السياسية تسيطر على المشهد الانتخابي. في 12 مايو القادم تنتظر صناديق الاقتراع أصوات العراقيين لرسم المشهد السياسي. وبدا العد التنازلي للانتخابات البرلمانية ومعها تواصلت الحملات الدعائية التي تباينت ألوانها واختلفت شعاراتها لتكتسي بغداد وبقية محافظات العراق بصور مرشحين ورموزهم الانتخابية. الانتخابات المقبلة هي الأولى التي تقام بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، ويتنافس فيها نحو 7000 مرشح على 328 مقعدا. ورغم ذلك لم تختلف هذه الانتخابات عن سابقاتها في المحاصصة السياسية التي تشكل التحالفات قبل دخول المرس الانتخابية. فالمكونات العراقية الأبرز الشيعة والسنة والأكراد تقاسموا المقاعد من قبل أن تبدأ الانتخابات، حيث يتنافس الشيعة على 180 إلى 185 مقعدا موزعة على 9 محافظات أبرزها البصرة، بينما يتنافس السنة على 80 إلى 85 مقعدا غالبيتها في 4 محافظات، فيما يتنافس الأكراد على 60 مقعدا في 3 محافظات تمثل أقليم كردستان العراق. وبين كل ذلك خصص للعاصمة بغداد 71 مقعدا يتنافس عليها الشيعة والسنة والأكراد، بينما خصص لكركوك 13 مقعدا يتنافس فيها العرب والأكراد وتركمان. ومن أبرز التحالفات التي تخوض المرس الانتخابي تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي، وتحالف الفتح بزعامة القيادي البارز الحشد الشعبي هادي العمري، وتحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، وائتلاف الوطنية بقيادة إلى دلاوي وسليم الجبوري وصالح المطلق، بالإضافة إلى تحالف قرار بزعامة أسامة النجيفي وقائمة وطن بزعامة برهم صالح، إضافة إلى التحالف الكردستاني والتحالف التركماني وتحالف الرافدين الذي يضم الأحزاب المسيحية والآشورية والكلدانية. ومع دخول عمليات الدعاية مراحلها النهائية، حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من شراء وبيع البطاقات الانتخابية واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون. مجلس الوزراء أيضا اليوم أصدر يعني توجيه وأمر بملاحقة اللي يتلعبون بالأصوات الناخبين، هي جريمة، سواء بيع البطاقة الانتخابية جريمة وشراء البطاقة الانتخابية أيضا جريمة. ووسط الخريطة الانتخابية المتشابكة تشير التوقعات إلى أن تؤدي العملية السياسية إلى إعادة إنتاج نظام المحاصصة السياسية والمحافظة عليه في العراق. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل، أي قبل موعدها بأكثر من عام. وأرى مراقبون أن أردوغان يرغب بهذه الخطوة في الهروب للأمام والخروج من مأزق تراجع النمو الاقتصادي. اقتناص ما بدا أنه فرصة
هو ما يصف به المراقبون قرار الرئيس التركي بإجراء انتخابات مبكرة بعد نحو شهرين. أردوغان بدأ وكأنه يلبي طلبا للمعارضة عندما وافق بعد اجتماع مع دولة باشالي زعيم حزب الحركة القومية على إجراء الانتخابات قبل موعدها بأكثر من عام، لكن المتابع للمشهد السياسي التركي يرى فيها فرصة مفتعلة. فباشالي وهو زعيم ثاني أكبر الأحزاب المعارضة أعلن بالفعل دعمه لأردوغان في الانتخابات القادمة، كما دعمه في الاستفتاء الدستوري العام الماضي والذي جاءت نتائجه لصالح أردوغان بالتحول إلى النظام الرئاسي. ورغم أن باشالي استشهد في دعوته بالوضع العام في البلاد خاصة مع تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي، إلا أنه من غير المضمون أن تعزز هذه الانتخابات من وضع الاقتصاد. الانتخابات المبكرة لن تمكن أحزاب المعارضة من الاستعداد لها جيدا، وبالتالي ستكون فرص أردوغان وحلفائه فيها أكبر على عكس الاستفتاء الدستوري في العام الماضي الذي تمكن من الفوز فيه بصعوبة. وفي حال فوزه في الانتخابات سيتمكن أردوغان من البدء في تطبيق النظام الرئاسي الجديد ولن ينتظر العام آخر، والهروب إلى الأمام من الانتقادات المتزايدة لسياساته التي أدت إلى تراجع الاقتصاد وهبوط الليرة التركية لمستويات قياسية. وأخيرا يرغب أردوغان في انتهاز فرصة نجاح العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ووضع حد للتمدد الكردي على الحدود الجنوبية لتركيا في تسويق نفسه مرة أخرى للأتراك بزعم أنه حامل حمى وراعي حلم الدولة التركية. ويرى محللون أن استخدام صندوق الاقتراع باعتباره عاكسا لإرادة شعبية دون تناول الأبعاد الحقيقية للأزمة وفي ظل إشراف حكومة حزب العدالة والتنمية على الانتخابات سيفضي إلى غالبية تستخدم للمكاسرة بها تجاه الخصوم الذين تتقلص بمرور الوقت رقعة حرياتهم المدنية. هكذا يبدو أن تكتيكات أردوغان وحزبه الانتخابية واحدة، صندوقراطية تنزع عن الآخرين حقوقهم المدنية. ننقل لحضراتكم الآن هذا الجانب من المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للإعلان عن تطوير منظومة التجارة الداخلية، نتابعه مع حضراتكم. ثم مناطق لوجستية محورية أو رئيسية جدا، بمعنى تخدم على أكثر من محافظة، ثم مناطق لوجستية على مستوى المحافظات، ثم سلاسل التوزيع، ثم بعد ذلك منافذ المستخدم اللي هو سواء بقال أو جمعيتي أو أي منفذ من منافذ السلاسل اللي تصل للمستخدم. بدون هذا التنظيم هنجد ان احنا بنتكلف حتى يصل المنتج الى المواطن تكلفة اكتر من اللازم، سواء في النقل سواء في الفاقد سواء في كل ده. ايه ميزة المقدمة اللي انا بقولها وليه بقول النهاردة يوم تاريخي؟ دي واجبنا كوزارة تموين وتجارة داخلية وكذلك جهاز تنمية التجارة الداخلية ان احنا نضع السياسات والاستراتيجيات ونوفر الاراضي وكافة الاجراءات الادارية، ولكن نحن لن نقوم بالبناء او التنفيذ او كذا. وبالتالي كدور اساسي، فبيشرفني النهاردة احمد السويدي رئيس شركة السويدي، وحضراتكم عارفين ويتكلمكم حضرتك لما تيجي تتكلم هتيجي تقعد هنا، ثم حضرتك لما تيجي تتكلم تيجي تقعد هنا. لذا يهمني ان الرسالة تصل ان هنا في development company، بلاش الانجليزي، مطور وله قدرات وله امكانيات تستحق ان احنا نشيد بها في كل المقامات اللي هو بيعملها، ثم لدينا الناس المتخصصة في عملية الشراء والتخزين والتوزيع والعرض وعمل المبادرات المختلفة. وبالتالي لما النهاردة بنتكلم ان ده توقيع بروتوكول ما بين شركة السويدي وما بين كارفور بحيث شركة السويدي تقوم بما هم يتفقوا عليه وبناء على المخطط الاستراتيجي الموضوع بعمل البنية الأساسية، ثم كارفور يقوم بأيا كان المعاملة في البزنس سواء
إيجار أو حق انتفاع أو أيا كان الطريقة، ثم يقوم بعرض منتجاته وتوزيعها. أعتقد دي نقطة مهمة جدا كانطلاقة حقيقية وتنفيذ حقيقي على أرض الواقع بالنسبة لما نسميه فعلا تنظيم التجارة الداخلية. فأنا بشكرهم أولا، وبشكر جهاز تنمية التجارة وكل القائمين بالعمل فيه، وأعتقد أن مثل هذه البداية سنرى نتائجها في القريب العاجل بناء على الاتفاقات التنفيذية التي سوف يتم توقيعها ما بين شركة السويدي وما بين كارفور. المثال ده هو ممكن يتكرر مع أكثر من جهة، وهذا المثال أعتقد هو اللي هيدينا أمل حقيقي في التحرك لتنظيم التجارة الداخلية. بشكركم مرة تانية، وبشكر شركة السويدي، وبشكر كارفور، وبشكر جهاز تنمية التجارة وكافة العاملين فيه لبداية هذا التعاون اللي إن شاء الله يثمر لنا جميعا. فأنا إذا سمحتوا لي أطلب من أحمد السويدي يقول اللي عايز يقوله. تعال هنا. نو عشان ما ينقلوش. إذن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يعلن عن تطوير منظومة التجارة الداخلية، وهذه المنظومة التي استعرض من خلالها تكلفة السلعة وتقديم الخدمة حتى تصل إلى المواطن، وبالتالي جهود الوزارة لوضع السياسات والاستراتيجيات وكافة الإجراءات الإدارية لتطوير منظومة التجارة الداخلية. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الجولة متواصلة مع حضراتكم، ونعود بعدها بعد الفاصل والمزيد من الأخبار. كونوا معنا دائما. أهلا بحضراتكم من جديد، ونستكمل معكم أخبارنا ونشرة الأخبار. يسلم مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إبراهيم محلب رسالة إلى الرئيس السيسي نظير التنزاني جون بومبي، وتؤكد رسالة أهمية دعم العلاقة الثنائية بين البلدين، ما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية للشعبين. وكان محلب قد غادر مطار القاهرة صباح اليوم متوجها إلى العاصمة التنزانية دودوما. عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم اجتماعا بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، وذلك لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بالمحافظتين. أصدر مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء بيانا نفى خلاله عددا من الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وأثارت جدلا. المزيد في العرض المعلومات التالي. وجه وزير النقل الدكتور هشام عرفات مسؤولي مترو الأنفاق ببذل كل الجهود في خدمة جمهور الركاب، مشددا خلال تفقده لعدد من محطات مترو الأنفاق الخط الثاني والثالث على نظافة الأرصفة. وتفقد الوزير محطة سكك حديد الجيزة والتقى بعدد من الركاب بأرصفة المحطة واستمع إلى رأيهم في مستوى الخدمة المقدمة إليهم. وشدد الوزير على العاملين بالسكك الحديدية بحسن التعامل مع الركاب وبتذليل أي عقبات قد تواجه جمهور المسافرين والاستعداد الدائم لخدمة الركاب. قالت وزيرة التخطيط والمتابعة الدكتورة هالة السعيد خلال الدورة التدريبية لدعم المؤسسات الصحفية في مصر، قالت إن معدلات النمو في العام الجاري تتراوح بين 5.2 و 5.3%
مشيرة إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة النمو خلال السنوات الأربع المقبلة، وأكدت السعيد أن الدولة توسعت في الاستثمارات العامة. واحنا تقريبا بننهي عام 17-18 احنا بنتكلم على معدلات نمو بتتراوح ما بين 5.2 و5.3%، وبنستهدف العام القادم معدل نمو 5.8%، ويمكن هذه المعدلات اعلى من المعدلات اللي كان متوقعها لنا المؤسسات الدولية. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانوا متوقعين معدلات أقل من هذا، وبدأوا يعدلوا هذه المعدلات عشان تتماشى مع الطفرات اللي حصلت في معدلات النمو في الاقتصاد المصري. قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد خلال الدورة التدريبية الأولى لدعم دور المؤسسات الصحفية في مصر، قال إنه يجب الارتقاء بجودة مهنة الصحافة لتصل إلى المعايير العالمية، مشيدا بدور وزارة التخطيط التي أسهمت في إصلاح أوضاع الصحافة خلال الفترة الأخيرة. والارتقاء بجودة المهنة إلى معاييرها العالمية وتطبيق معايير الثواب والعقاب في إطار مؤسسي يحفظ للإعلاميين والصحفيين حقوقهم في تداول المعلومات من مصادرها الصحيحة، والارتقاء بأساليب عملهم وفقا لأحدث تكنولوجيات المعلومات عبر برامج تحديث وتدريب مستمرة تعوض فقدان المدارس المهنية القديمة التي كانت تميز الصحف المصرية الأهرام والأخبار وروز اليوسف على وجه التحديد، وتعطيها تميزها الخاص في مصداقية الخبر وشيوع الانتشار والتحديث المستمر للغة الكتابة الصحفية. قال مستشار وزير الصحة والسكان الدكتور شريف وديع إن مشكلة إصابة الشباب بالأمراض المزمنة على قائمة المواضيع في المؤتمر القومي الأول لصحة الشباب، والذي يعقد تحت رعاية رئاسة الوزراء. ويأتي في مقدمة الاهتمامات المؤتمر قضية إصابة الشباب بالأمراض المزمنة في سن صغير، عشان كده احنا بنعمل مسح ليهم زي الضغط والسكر والأمراض هذا. وطبعا احنا ما ننساش التي قامت بها الدولة في محاربة فيروس سي، وطبعا النجاح القوي اللي وصلنا له، وده طبعا المسح ده يشمل الشباب ويشمل غير الشباب. طبعا مش عايزين ننسى من أسباب المشاكل التي تواجه الشباب المصري، واحنا بنحاول دلوقتي في ثلاث وزارات عاملة بروتوكولات بينها وبين بعض، الداخلية والنقل ووزارة الصحة، هي مشاكل الطرق والحوادث. انا احب اقول لحضراتكم ان مصر للأسف اصبح بها اصابات ووفيات الطرق والحوادث رقم 3، ودي نسبة عالية جدا بالنسبة للعالم. الولايات المتحدة عندها رقم 5 و6، احنا عندنا رقم 3 في اسباب الوفيات في مصر. تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جولاتها الميدانية بمحافظة أسوان، والتي بدأتها أمس وتستمر لمدة 3 أيام، حيث تفقدت اللجنة مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان، كما تفقدت أمس محطة مياه جبل شيشة ومصنع كيما الجديد ومحطات الصرف كيما 1 و2 و3 ومستشفى أسوان العام والوحدات السكنية بالصداقة الجديدة. وتهدف زيارة اللجنة البرلمانية لمحافظة أسوان للتعرف على أوضاع المحافظة ومشاكلها واحتياجاتها والمشروعات التي تنفذ فيها. افتتح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام يرافقه محافظ كفر الشيخ اللواء سيد نصر ورئيس جماعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمري مسجد جماعة كفر الشيخ، والمقام على مساحة 500 متر مربع على طابقين، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بعيدها السنوي 12. من جانبه أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الواعدة والتي تشهد طفرة نوعية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية. أولا محافظة كفر الشيخ بقيادة سيادة اللواء السيد بتشهد طفرة
عالية ومتقدمة في مجالات عديدة، سواء على المستوى العلمي، سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى الزراعي، في كافة المناحي بتشهد تقدم كبير جدا نحن نلمسه ونلحظه كثيرا. في هذا الشأن الجامعة كفر الشيخ أيضا في عهد الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، في الحقيقة ليس هذا هو المشروع الأول، وإنما نحن شاهدنا من قبل ذلك مشروعات عديدة، ولا شك أن هذا التشابك وتعاضد بين كافة مؤسسات هذه المحافظة، ولولا هذا التشابك وهذه الأيدي الممتدة لكل هذه المشروعات ما وجدنا هذا الإنجاز السريع في ذات الوقت. ونحن كنا هنا في العام الماضي تقريبا وكانت مستشفى عملاقة افتتحها بعد ذلك سيادة الرئيس، وكذلك المزارع السمكية، مشروعات كبيرة جدا بتشهدها المحافظة، نحن نبارك لهم. كما أبدى محافظ كفر الشيخ اللواء السيد ناصر تقديره لما تقوم به جامعة كفر الشيخ من جهود تنموية، مشيدا بوجود عدد من التخصصات النادرة بين كلياتها والتي يبلغ عددها حاليا 19 كلية. الاحتفالية رقم 12 لعيد ال 12 عندنا هنا لجامعة هنا في محافظة كفر الشيخ. محافظة كفر الشيخ احنا نقدر نقول من أفضل جامعات مصر، ما كانش في منطقة الشرق كلها فيها جامعات، فيها كليات كبيرة يمكن مش متوفرة في كثير من الجامعات الأم في مصر. في عندنا كليات الألسن، فيه الثروة السمكية، فيه العلاج الطبيعي، فيه التربية النوعية، فيها كليات يعني مش موجودة في جامعات كتيرة. احنا النهاردة ان شاء الله احنا بنحتفل بيها، ان كان بالاعمال وكل المشاريع اللي موجودة هنا. يعني احنا دلوقتي في 19 كلية موجودة، في ان شاء الله في خلال العام القادم هيبقى عندنا 3 كليات اخرين، هيبقى عندنا 21 او 22 كلية في خلال هذا العام. وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن الجامعة تنتهج السياسة الاستفادة من الأبحاث العلمية لخدمة الاقتصاد، ما يدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومؤكدا على مواصلة جامعة كفر الشيخ للتوسعات في إنشاء الكليات والمعاهد العلمية والبحثية. هذا الاحتفال بيمثل بالنسبة للجامعة هو موسم لعرض الإنجازات اللي تمت خلال العام. وفي الحقيقة احنا هدفنا هنا في الجامعة اللي هو التنمية البشرية، التنمية الصحية، ايضا ان احنا بنسخر العلم والبحوث العلمية لخدمة الاقتصاد المعرفي، وبحيث ان هو يتلائم ويتوائم مع خطة الدولة 2030 اللي هي خطة بناء الدولة المصرية. الجامعة دلوقتي بتشتغل من خلال الخطة الاستراتيجية الثانية، هذه الخطة بتهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي التطبيقي لتحويل المعارف والبحوث من المعامل إلى المنتجات اللي يشعر بها المجتمع إن شاء الله. فجامعة كفر الشيخ بتهتم بجميع التخصصات، هي جامعة وليدة ولكن بتتميز بوجود القطاع الصحي والقطاع العلمي والقطاع الأدبي والقطاع التربوي، فيها 19 كلية حاليا ومعهد عالي، وإن شاء الله تبدأ الدراسة في كلية الحقوق وكلية العلوم الطبية التطبيقية العام القادم، بالإضافة إلى معهد التمريض، فهيبقى عدد كليات الجامعة إن شاء الله 21 كلية عشان تقدم الخدمة لمحافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة. قامت مهندسة معمارية من فلسطين تدعى ميس قصراوي بتنظيم جولات لرسم مخططات مدن الضفة الغربية، وذلك بهدف تعزيز ارتباط الشباب بالمدن وبالأماكن التي يسكنون بها. المزيد عن هذا الموضوع في التقرير التالي نتابعه مع حضراتكم. رسم مخططات المدن بالنسبة إليها ليس مجرد هواية وحسب، بل هو شغف تسعى دوما لتلبيته. تلك هي المهندسة المعمارية الشابة ميس قصراوي، والتي تقود جولات لرسم مخططات مدن الضفة الغربية بفلسطين.
وتصطحب ميسي في جولتها مختلف الشباب والشابات لتعزيز ارتباطهم بمدنهم من خلال الخروج واستكشاف المناطق التي يعيشون فيها. أما على الصعيد الشخصي فهي تسعى أيضا لممارسة شغفها المشترك بكل من الرسم والهندسة المعمارية في آن واحد. الأيربان سكتشينج احنا بنسميه أو رسم المشاهد الحضرية مع التجوال بتعزز أكثر من شغلة عند الشخص. أول شيء بتدربه على الرسم، بزيد قدراته بالرسم وبستفيد من أساليب الناس اللي بشوفها، كمان بيكون علاقات جديدة لأنه بطلع مع ناس أول مرة بشوفهم أول مرة بعرفهم، كمان بتعزز علاقته مع مدينته. لما احنا نطلع كل يوم ونرسم ونكتشف ديتيلز جديده، يعني احنا هون في ناس بيقولوا لي انه اول مره بيجوا هون وما كانوا يعرفوا هاي المناطق، فهيك بتعرفوا على المدينه اكثر وبيقدروا جمالها اكثر. يمكن كما توضح ابنه 27 عاما انه لا يجب ان تقتصر المشاركه في جولتها على الفنانين او المهندسين المعماريين فقط. في المستهدفه مثل ما انا حاطه بوصف الايفنت على الفيسبوك هم كل محبين الفن. بدي أوصل أنا فكرة مهمة إنه الفن أو الرسم سكتشينج هو لجميع الناس، مش شرط تكون خريج فن أو معماري لحتى تمارس هاي الهواية، ممكن تكون صيدلي محاسب. وتمارس خريجة العمارة والمقيمة في نابلس حاليا رسم مخططات المدن منذ 10 أعوام، كما تنظم ورشا للتعليم المشاركين كيفية إتمام رسم مخططات حضرية جميلة في وقت قصير. مهارات من خلال هاي الورشات ومن خلال خبرات العلميس كمان شطور اسم الله، إيدها كتير كويسة في الرسم وبطريقة سريعة شوي، دائما الوقت اللي بيلعب دور معانا في الإظهار وبيلعب معانا دور كمان الشكل، فيعني بدك تحاول تجمع بأقل وقت أقل بشكل أجمل أو إنتاج جيد. وتعمل ميسة حاليا في مشروع لتوثيق المباني القديمة برسم مخططاتها بما في ذلك مباني نابلس المهددة بالهدم أو الهجر. قام مجموعة من الباحثين في المملكة المتحدة بتصميم روبوت على شكل كلب، وذلك للاهتمام بالمسنين وتشجيعهم على التفاعل الاجتماعي بهدف مساعدة كبار السن. طور مجموعة من الباحثين بإنجلترا روبوت على شكل كلب، وذلك للاهتمام بالمسنين ورعايتهم خاصة الذين يعيشون بمفردهم. وقد تم اختبار روبوت مع رجل كهل يبلغ من العمر 99 عام ويعيش في دهر مسنين. يمكن للكلب الروبوتي الذهاب للصيد وتمشية مع المسنين، كما أنه مزود بأجهزة استشعار تسمح له بالتفاعل مع البشر. ويشبه الروبوت الكلب الليبرادور بقدرته على هز أنفه والنباح واللهث، كما يتم شحنه كل عدة ساعات بدلا من تناول الأطعمة والماء. إن الكلب الروبوتي فعال بشكل خاص في تقليل التوتر والقلق خاصة لمن يعانون من الخرف، فعندما يتعرض كبار السن للقلق أو بعض الضغوط يلجأون إلى الكلب الآلي للتغلب على هذا الأمر، كما أنه يحفز الذاكرة ويشجع على التفاعل الاجتماعي. وتسعى الشركة المصممة للروبوت إلى تطوير الإمكانات الموجودة فيه وتزويده بالعديد من الخصائص بالإضافة إلى إنتاج المزيد منه خاصة بعد نجاح تجربة اختباره. ونشاطنا مستمرة معكم وحان الآن جولتنا الاقتصادية. نعم نلقاكم بعد قليل. اقتصاديا، قال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علاء الدين فهمي، قال إن الوزارة تستمر في طرح كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في مختلف المحافظات استعدادا لشهر رمضان المقبل، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك. وأضاف فهمي أن الشركة تعاقدت على أجود المنتجات وبأسعار مناسبة لطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لافتا إلى أن وزير التموين الدكتور علي المصلحي وجه بشأن استمرار طرح السلع وبإطلاق قوافل في العديد من المناطق. وقع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي والسفير بول جارنيه سفير سويسرا في مصر اتفاقية مشروع بعنوان حينة التنمية الحضرية المتكاملة، ويهدف المشروع إلى استفادة سكان المناطق الحضرية في محافظتين تجريبيتين
إحداهما قناة عن طريق تطوير منهجية أكثر شفافية لإدارة الأراضي والحصول على بنية أساسية أفضل. بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع مسؤولي شركتي شل وإديسون العالميتين برنامج العمل الجاري تنفيذه لمشروع تنمية المرحلة 9B بالبحر المتوسط من خلال شركة رشيد للبترول، حيث وصل لموقع المشروع في الأسبوع الماضي أحد الحفارات قادما من خليج المكسيك، والذي سيقوم بحفر 10 آبار باستثمارات تصل إلى أكثر من 800 مليون دولار. وعلى صعيد موازن، تبدأ شركة إديسون قريبا في حفر البئر الأولى في منطقة امتياز شمال ثقة المجاورة لحقل ظهر، والتي أوضحت التراكيب الجيولوجية أن هناك احتمالات غازية جيدة في تلك المنطقة. طالبت غرفة القاهرة التجارية شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة تحديد مواقع وعدد المنافذ الخاصة بمعرض رمضان كريم، والتي تقرر الغرفة إقامته داخل المحافظة لتوفير المنتجات والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة في الأماكن الأكثر احتياجا. وقال رئيس الغرفة المهندس إبراهيم العربي، قال إن الغرفة تسعى لدعم هذه المعارض بما يحقق في النهاية استفادة المواطن خاصة البسيط، لأن السلع سيتم عرضها بأسعار تقارب أسعار التكلفة، كما أنه في مثل هذه الأيام يزداد دور التجار الاجتماعي تجاه المواطنين. وفي إطار مشروعات تمكين الشباب، سلم صندوق تحيا مصر 22 سيارة نقل جديدة للمستفيدين من المشروع، وذلك في 7 محافظات، لتصل بذلك عدد السيارات التي تم تسليمها إلى 245 سيارة وفقا لخطة الصندوق، التي تستهدف توزيع 356 سيارة خلال الربع الثاني من العام الجاري على مستوى 22 محافظة. يشار إلى أن تكلفة مشروعات الصندوق لتمكين الشباب تصل إلى 300 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من 5000 فرصة عمل، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التموين. إذن موعدنا مع جولة الرياضة والزميلة العزيزة كريستين رياض. أهلا بك كريستين. شكرا حسام. شكرا. جولتنا رياضية سريعة من أون لايف. فرض فريق المقاولون العرب التعادل السلبي على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الممتاز. بهذا التعادل يظل الزمالك في المركز الثالث بجدول الترتيب بعدما ارتفع رصيده إلى 64 نقطة، يصبح مهددا بالابتعاد عن المشاركات الإفريقية الموسم المقبل، حيث ضمن الإسماعيلي أو المصري المركز الثاني والثالث، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 39 نقطة في المركز 11. وعقب المباراة صرح خالد جلال المدير الفني للزمالك بأن فريقه أهدر فرصة تحقيق فوز كبير بعد إهدار العديد من الفرص، كما اتهم التحكيم بالتحامل على الأبيض. وقال جلال أن الزمالك لعب مباراة جيدة فنيا وضع أهدافا عديدة لا سيما في الشوط الأول، مؤكدا أن ثنائي هجوم الفريق كاسونجو ونانا بوكو أضاعوا العديد من الفرص السهلة. اختتم جلال بأنه يحاول معالجة اللاعبين نفسيا بعد الخروج من 4 هزائم متتالية قاريا ومحليا. بدوره قال علاء نبيل المدير الفني للمقاولون العرب أن نجاحه في تحقيق التعادل مع فريق الزمالك بمجموعة من الناشئين في الفريق يعد فوزا كبيرا، مضيفا أن النتيجة ليست الأهم في المباراة. أكد نبيل أن الأوضاع التي يمر بها نادي الزمالك جعلت الثقة تتواجد بين صفوف فريق المقاولون، موضحا أن النتائج الأخيرة التي تتعرض لها القلعة البيضاء في المباراة الماضية جعلت الأوضاع صعبة منذ خوضهم المباراة وحتى نهايتها. نجح الإسماعيلي في الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الممتاز. أحرز هدفي الإسماعيلي شكري نجيب في الدقيقة 9 وحسني عبد ربه في الدقيقة 64، فيما أحرز هدف مصر المقاصة الوحيد محمود متولي مدافع الإسماعيلي بالخطأ في مرمى في الدقيقة 60.
تأهل فريق نجوم المستقبل إلى الدور الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منتخب السويس بهدف نظيف، مستغلا خسارة الترسانة أمام جمهورية شبين بهدف دون رد. دي النجوم المستقبل بهذا الفوز التاريخي إلى لاعبه مهاب ياسر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول للقاء المثير. بدورهم قرر مسؤولو نادي نجوم المستقبل صرف مكافآت مالية كبيرة للاعبين بعد صعود الفريق للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخهم على حساب الترسانة الذي خسر مباراته أمام جمهورية شبين بهدف نظيف. حقق نجوم المستقبل الفوز على فريق منتخب السويس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بمدينة السادس من أكتوبر ضمن مباريات الجولة 30 من المجموعة الثانية مجموعة القاهرة بدور القسم الثاني. بهذه النتيجة احتل الفريق المركز الأول برصيد 59 نقطة وصعد للدوري الممتاز. انتهى حلم فريق الترسانة في الصعود للدوري الممتاز الموسم القادم، وذلك بعد خسارته أمام جمهورية شبين بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الثانية. كان الترسانة يحتاج فقط للانتصار دون النظر لنتيجة مباراة نجوم المستقبل من أجل حسم الصعود للممتاز، لكن جمهورية شبين أهدت الصعود لنجوم المستقبل واحتل الترسانة الوصافة برصيد 57 نقطة لينهي حلم الشواكيش. انتهت جولة الرياضة والآن نعود إلى حسام ونهى لاستكمال هذه النشرة، تفضل. شكرا جزيلا لك كريستين، ونستكمل معكم أيضا مشاهدينا الكرام ما تبقى من نشرتنا. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة ولم يتبقى سوى العناوين. فريق من الأمم المتحدة يبحث مع السوريين والروس الترتيبات الأمنية لدخول فريق المفتشين إلى دوما. التحالف العربي يدعو الأمم المتحدة لنقل مقارها من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة الشرعية. الداخلية الليبية تلقي القبض على عدد من المشتبه بهم في محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الأركان. طابت أوقاتكم في الإكرام، شكرا لكم على المتابعة ونلقاكم في أوقات لاحقة بإذن الله، كونوا معنا دائماً.